السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي المغاربة مرحبا بكم وتحياتي للجميع. فرجي يرحب بكم من جديد، فيديو جديد ونهار جديد. تحياتي لكم من طنجة إلى الكويرة، وتحياتي أخوتنا الجالية المغربية المقيمة من خارج أرض الوطن. تحياتي أخوتنا العرب. كما كتشوفوا أنا دابا قريب من ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة، نشوفوا الأشغال اليوم فين وصلت. صراحة كاين تحسن، وبعدا نقربوا الأشغال ديك الساعة نشوفوا التحسن اللي كاين إن شاء الله بحول الله. لأول مرة كيشوف القناة اتابونا وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد من أخوكم فرجي. فرجي يا فرجي الله يفرج عليكم في الدنيا وفي الآخرة. دابا غادي نمشيو نقربوا الأشغال. دابا الساعة ديال الغدا، نستغلوا الفرصة نقربوا مزيان الأشغال باش نوريكم الجديد. انتم الاخوان راني دابا قربتكم من الاشغال كما كتلاحظوا، اللهم بارك. او ما زادوا الاتجاه هذا كامل، هذا ما كانش، وهذا اللي هنا اللي فوقي حتى هو زادوه. صراحه الاشغال متواصله. صراحه جيت الساعه ديال الغداء باش ما نصورش العمال اولا شي حاجه. كما كتشوفوا هذا الحديد هذا كامل اللي هنايا منزل كما كتشوفوا. ها انتم الاخوان، صراحه هاد الحديد كامل الاتجاه ديالو هو هذا. علاش انا استغليت الفرصه ديال العمال ما كاينينش باش ما نصور حتى شي واحد باش نتفاداو المشاكل. انتما الاخوان ها هما داك السيبورات اللي كيلصقوا هما اللواله، هادو هما السيبورات. اي حاجه كاينه هنا الريفيرونس ديالها كما كتشوفوا الاخوان. جيت الصراحه في الساعه الغدا، باش نقربكم شويه من الاشغال. كما كتلاحظوا هاد الطرف اللي كنت كنقول لكم كيطلعوا على العمال، انا غادي نوريهم لكم دابا. هما هادو، هادو هما الطرف، هادو بحال هادو اللي هنايا، هادو اللي كيشبكوا بهم. هما هادو هنا اللي في الارض، هادو عاب الخدامه كيهزو جوج ولا ثلاثه وكيطلعوهم في ديك الرفيعه هادي ها هي باش كيشبكو بهم. طبيعه الحال هادي ضروري القروه. نشوفوا هاد الهيكل اللي كيتمونطا هنا في الارض، هانتوما هما كيفاش كيتمونطا. هادو هما البولونات ديالهم. صراحة هاد الشيء كبير، تقريبا فيه 3 متر ولا 4 متر ديال العلو. الدخول كامل هاد الفراجي هانت عندك، راه ما حل هنايا مخير. بالنسبة لهاد الاتجاه اخوتي ما بقاش بزاف، باقي غير الاتجاه هذا هو. وهنا كما كتشوفوا صراحة الأشغال ماشية في المستوى. كيفاش عشان قلت لكم جيت في الساعه الغدا باش ما كيكونش هنا العمال باش ما نصوروش شي واحد اولا نتلاقاو مع شي واحد. كتعرفوا الانسان الا صورتي شي واحد ولا شي حاجه راه ما كيبغيش. ديك الساعه دابا نمشيو الاتجاه نشوفوا اللوحات المعدنيه فين وصلوا بالاشغال. كما كتشوفوا هنايا ما بقاش الحديد هنايا مره، الجهة هادي كاملة مسالية كما كتشوفوا، كاملة حتى لهنايا مسالية. وهنا باقي عاوتاني، باقي عاوتاني غيمونطيو، باقي غيلصقو، باقي غيصبغو. الحاجة اللي مصبوغاش كتصبغ، والحاجة اللي مصبوغة كطلع دير كتلصق. دابا خوتي غنمشيو اتجاه فين كيخدمو اللوحات المعدنية، حتى تما عاوتاني كاين الساعة الغدا غيكونو مشاو يتغداو. ها هي هنايا واحد المكازا كاين حداها مانيطو والدنبيرة كيخرجو السلعة، راه هي السيما. هانتوما الإخوان، اللهم بارك.
انتم الاخوان عاوتاني حنايا عاوتاني مشينا لهاد البلاصه هادي اللي كيتم فيها التغليف الثاني باللوحات المعدنيه كما كتلاحظوا. بالنسبه لهادو الاخوان هادو الثاني اللي عملوه هادو الاولى هادو اللي ماشي مايلين هيدا هذا كان الاولاني الشانتيو ودابا هذا عملوه دابا واقيلا غيميزوا الفرق ما بين هذا وهذا واش غادي يخليو هذا اولا غيخليو هذا واحد فيهم اللي غادي يبقى اولا بجوج بيهم باقي ما عرفتش الاخوان. المهم انا قلت لكم جيت في الساعه الغدا باش نصور على الخاطر ديالي ونصور لكم الجديد. بالنسبه للتغليف الاولي راه قريب يسالي وقبل ما يسالي التغليف الاولي راه التغليف الثاني كتشوفوها هما في مواصلين الخدمه صراحه قايمه بالواجب. دابا حنا كنتكلموا غير على التغليف الاولي والتغليف الثاني، اما تغطيه الملعب والمدرجات هذوك بوحدهم هذوك دابا هادو راه كيوجدوهم في الكان ديال 2025. هذا غير التغليف الاولي والثاني وديك الاصلاحات اللي كاينين في بعض المداخل ديال الملعب. وطبيعه الحال ضروري كاينه الصيانه، كتكون دائما الصيانه في رقعه الميدان باش كيشوفوا الكازو والسقا، طبيعه الحال ضروري. دابا اشغال كاين غير في الاتجاه هذا الشمالي، واتجاه الجنوبي كاين بعض الاشغال طفيفه ماشي بزاف. كما كتلاحظوا هنا الاخوان هذا هو اللون ديال البانوات كما كتلاحظوا. يلا الاخوان دعموا اخوكم فرجي وتابوناو وفعلوا الجرس وصلوا واحد 5K، ما كرهتش نوصل 5K ولا 6 ولا 7 شحال ما كان، اللي قسم الله فرجي يا فرجي الله يفرج عليكم في الدنيا وفي الاخره. هذا هو التغليف الثاني الاخوه كما شفتوا، هادشي اللي كاين حاليا التغليف الثاني والتغليف الاولي. التغليف الثاني هذا الشيء اللي وصلوا ليه حد الساعه، والتغليف الاولي كما شفتوا انا وريتكم قبيلاتي ديك الساعه غنمشيو عاوتاني نتكلموا شويه تما عاوتاني. هانتوما الاخوان صراحه ملعب طاجا الكبير او ملعب ابن بطوطه ولا ملعب زيتن غادي يكون من احسن الملاعب في المغرب ان شاء الله بحول الله. على ما كنسمع الملعب الدار البيضاء الجديد قريب يبدا في الاشغال في الملعب الجديد، باقي على الارض باقي على الضص عاد يبداو يحفروا عاوتاني. وما كرهناش نمشيو نتمو والله ما كرهت نبقى نصور لكم عاوتاني الاجواء تما كيفاش عامله في البدايه ديال الاشغال، ولكن غالب الله. انتما الاخوان انا رجعت موطع ديال التغليف الاولي ديال الهيكل كما كتلاحظوا تبارك الله هادشي راه كبير راه كيهزو هاد الطرف من هنايا والطرف من هنايا كيوقفو لجوج ماكينات وكيما مطيوه هنايا كيشكلوه عاد كيطلعوهم فوقي. ها هي الكروة اللي كطلع داكشي، كاينة الكروة الأولى والثانية هادي هي البلاصة اللي باقا. شوفوا تبارك الله شحال الحديد هذا كامل بالريفيرونس، اي حاجه كتطلع في المقطع ديالها بالريفيرونس ديالها كتطلع وكتركب في مقطعه ما كاينش الا ركب وحيد. تبارك الله عليهم العمال الله يحفظهم. انتما شوف هادو هما السيبورات اللي كيركبوا هما اللوالا كما كتشوفوا، اي حاجه هنا عندها الريفيرونس ديالها. هاد الطروف هاد الحديد هادو الصغارين هادو كيطلعو غير الخدامة أولا كتهز الكروة شي ستة ولا أو خمسة وكطلعهم فوقي وكتنزلهم هنا غير في هاد الحاشية هادي عاد كطلع الماكينة اللي فيها داك العمال باش كيبقاو يمنطي. بالنسبة للكروات هادو كيطلعو داك الحديد الكبير داك الحديد التقيل. هانتوما اللهم بارك باقي غير الاتجاه هذا فقط التغليف الاولي، هنا يبقى شي حاجه قليله. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا لهذا النهار هذا. شوفوا هذا الحديد هذا هو اللي كطلع الكروه، عندك هذا وهذا الحاجه الثقيله هي اللي كطلع الكروه.
فرجي يا فرجي، الله يفرج عليكم في الدنيا وفي الآخرة، الله يفرج على جميع المسلمين ويسهل على أي واحد اللي ما خدامش حتى هو يخدم، واللي مريض الله يشافيه. انتم واش تلاحظوا هذه هي البلاصة اللي بقات التغليف الأولي، وكما وريتكم التغليف الثاني فين وصلت الأشغال فيه. يلا الإخوان تفاعلوا مع الفيديو وتابونوا في القناة وعاونوا أخوكم فرجي، الله يفرج عليكم. هانتوما الإخوان من بعيد كما كتشوفوا الاتجاه اللي باقي الاتجاه الشمالي، هاد البلاصة هي اللي بقى الإخوان، وباقي مدخل مهنيا ديال الملعب، وكاين مدخل آخر رئيسي بدون تغليف. إن شاء الله ما يكون فيه شي تغليف ديك الساعة نصورو الجديد وتشوفوا عاوتاني بعينكم. أخوكم فرجي غير كيصور لكم الأشغال فين متواصلة، وباش يشوفوا المشاهدين اللي متبعين الأشغال ديال ملعب طنجة الكبير. ما عليا الإخوان إلا نودعكم، نقول لكم مع السلامة وفيديو القادم إن شاء الله. وقبلوا على التصوير ديال أخوكم فرجي، إذا كانت كاليتي ماشي هي هذيك إن شاء الله بحول الله ديك الساعة شوية بشوية، والإنسان كيتقدم شوية بشوية. راه أي واحد كيبدا من الزيرو وكيتعلم شوية بشوية هو طلع. يلا الإخوان تهلاو في راسكم في أمان الله وحفظه. فرجي يا فرجي، الله يفرج عليكم في الدنيا وفي الآخرة وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب العالمين. يلا الإخوان مع السلامة، وشكرا لكم على المتابعة، وشكرا على التعليقات، وشكرا على السبورت ديالكم للقناة اللي تفرج فيها كبير وصغير مع العائلة. قناة محترمة، قناة ديالكم وقناة ديالي، بيكم غطلوها إن شاء الله بحول الله. يلا الإخوان مع السلامة، تهلاو في راسكم.